حبايب قلبي حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءه جديده. كنت كتبت لكم في الكوميونتي بتاعه القناه او المنتدى ايه اكتر القراءات اللي عاوزينها الفتره الجايه. اغلب القراءات والله انا بصيت لقيت ان الاغلب كله بيتكلم عن الكراش العنيد، الكراش الصامت، الكراش المبتعد. فقلت هجمع لكم كل ده في قراءة ونشوف الكراش الصامت المبتعد ليه هو مبتعد واحساسه الحالي بيك، يعني هو دلوقتي في قلبه في مشاعر ناحيتك ولا لا. كمان الشخص ده ناوي يتكلم معاك عشان هو طبعا بعيد عنك، ما بتتكلمش معاه في الفترة الحالية، ولا مش ناوي. هنشوف برضو اذا كان في حد في حياته، اذا كان هو بيعمل ايه دلوقتي، يعني احنا هنعرف طاقته وهنعرف طاقتك، وكمان هنشوف ليه هو مبتعد عنك واحساسه الحالي ليك وناوي يكلمك ولا لا. القراءه دي هتبقى باول حرف من اسم الشخص او باختيار الاحجار او نوع الكروت. الحجر الاول هيبقى الحجر الازرق او الكروت دي اهو، الحجر الازرق او الكروت دي. القراءة الثانية هتبقى الحجر الأصفر أو الكروت دي، أو باختيار أول حرف من اسم الكراش. طيب اهي عشان تشوفوا، أعمل لكم دي لوحدها كده عشان تشوفوا وتقرر. طيب لو انتوا اول مره تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. ولو حد حابب يحجز قراءه مدفوعه يتواصل على رقم الواتساب بسيبهولكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. تعالوا كده نبتدي باول مجموعه واول حجر، الحجر الازرق. تعالوا نشوف طاقتك عامله ازاي دلوقتي وطاقه الكراش عامله ازاي دلوقتي. بما انه مبتعد فقلت نشوف طاقته برضو عشان تعرفوا هو طاقته ايه. تعالوا كده نشوف طاقة مجموعة رقم واحد الحالية. طاقة مجموعة رقم واحد الحالية عاملة ايه دلوقتي؟ طاقة كراش مجموعة رقم واحد الحالية عاملة ايه دلوقتي؟ تمام. تعالوا ناخد من كروت الطاقة برضو طاقة مجموعة رقم واحد الحالية. وطاقة الشخص أو الكراش بتاع مجموعة رقم واحد. طيب تعالوا كده نبتدي ونشوف طاقتكم عاملة ازاي. مجموعة رقم واحد بتسعى للانتصار، للانتصار، بتسعى للانتصار، او انت منتصر في حاجة حالية او حاسس ان انت نفسك توصل لمرحلة الانتصار. يعني انت مثلا ابتديت في مشروع، ابتديت في عمل جديد، ابتديت ان انت تغير حياتك للأحسن، وعاوز ان انت ربنا يخليك افضل او يخليك احسن وتنتصر في الحاجة دي. طيب كمان شايفة ان انت منتظر مالي الفترة دي، وطاقة الشاكرا السادسة عندك فيها خلل. طاقة الشاكرا السادسة يبقى تسعى للانتصار، منتظر مال، وطاقة الشاكرا السادسة فيها خلل. بعد كده نشوف ده انت طاقتك الحالية، انت حاسس بحب ناحية الكراش ده. حلو قوي قوي. ايه ده ايه ده؟ طيب شايفة ان انت حاسس بحب ناحية الكراش ده، بتراقبه او حاسس بيه من على بعد، او دايما بتفكر فيه، او بتبقى قاعد كده لا بيك ولا عليك تلاقي الشخص ده نقطة في دماغك وانت عمال تفكر فيه، وانت اساسا مكنتش بتفكر. يعني مرة واحدة كده تلاقيه دخل في دماغك وقعدت بقى تفكر فيه، وتخش تراقبه من على السوشيال ميديا، تبقى عايز تتكلم معاه او تبقى عاوز هو يتكلم معاك، تبقى عاوز تعرف اخباره. يمكن تكون الشخص ده برضه بتحلم بيه، او انت قاعد كده بتتخيل
تخيل ان الشخص ده اتكلم معاك وان انتوا مع بعض كويسين وانه اعترف لك بحبه، يعني بتتخيل وانت قاعد مع نفسك. كمان انت في طاقة اعجاب شديدة بهذا الشخص، سواء انت شاب فانت معجب بالبنت دي جدا وحاسسها برنسيسة كده، لو انت بنت فانت معجبة بالشاب ده جدا وحاساه راجل وحاساه ان هو الشخص المناسب ليكي، ومعجبة برضو بشكله، يعني في حاجة في شكله بتعجبك. طيب انت كمان حاسس ان انت شخص مميز وان انت شخص يمكن ما تقعش في الحب بسهولة، لكن الشخص ده انت مش عارف عمل لك ايه بالظبط. كمان شايفة طاقة التو اوف كابس، انت شايف ان الشخص ده مناسب ليك جدا وان هو شبهك جدا في كل حاجة وان هو الشخص اللي متشلك، يعني انت حاسس بده جدا الفترة دي. شايفة طاقات ان في معجبين حواليك حوالينك انت، وانت مش راضي تبص لهم، عارف ان في ناس حواليك معجبين بيك وانت مش راضي تبص لهم او مش راضي تديهم اهتمام، بس انت مركز مع الشخص اللي انت بتفكر فيه ده او الكراش بتاعك ده. شايفة كمان ان انت في طاقة بتظبط امور في شغلك او في دراستك، بتحاول ان انت تكون احسن، بتحاول ان انت تشوف الافضل وتعمله الفترة الحالية. طيب ده كانت طاقة مجموعة رقم 1. كل الطاقة بتتكلم عن الكراش، وبتتكلم ان انت شخص مش بتتقبل اي حد يخش حياتك بسرعة او مش بتقع في الحب بسرعة، وعارف نفسك ان انت شخص مميز ولكن الشخص ده واخد كل دماغك. طيب تعال نشوف طاقته بقى. هو ده عنده الشاكرا الرابعة اللي هي شاكرة القلب فيها خلل، فيمكن ده اللي مأثر ان هو لسه لحد دلوقتي ما تكلمش معاك او ما اعترف لكش او ما حسسكش حتى ان هو هياخد خطوة ناحيتك. كان الاول بتحس من ناحيته ان هو يمكن في اعجاب، ولكن دلوقتي ما بقاش فيه وابتعد او حصل بينكم مشكلة، وانت مش عارف اذا كان الشخص ده هيتكلم معاك تاني ولا لا، ولا هيحصل ايه بالظبط. طيب هو دلوقتي بيدور على شفائه الداخلي، هو دلوقتي بيدور ان هو يكون عنده راحة نفسية وعنده استشفاء داخلي، بيدور كمان على الهابي فاميلي، بيدور على الاسرة السعيدة والاسرة المترابطة. يعني بصوا لو جيتوا تلاحظوا الكارت ده هتلاقوا كلهم ماسكين ايد بعض ومترابطين وفي سعادة واقفين على شط بحر والدنيا قدامهم جميلة، فهو بيدور على الحالة دي في الوقت الحالي. تعالوا بقى هنشوف طاقته وكروت التارو بتقول ايه. هو يا اما الشخص ده طاقة نارية، يا اما هو دلوقتي سوري يا اما هو برج ناري، يا اما هو دلوقتي في طاقة نارية. بصوا كله طالع له نار. ده ايه ده ايه ده. طيب شايف الشخص ده 7 اوف وند 9 اوف وند، الشخص ده دلوقتي في الفترة الحالية في مشاكل في حياته، في تعب في حياته، في حاجات مش لاقي لها حل وحاجات مش عارف يطلع منها. هو يمكن نفسه في طاقة الهابي فاميلي او ان هو يكون في استشفاء نفسي واستشفاء داخلي، ولكن كل ما يطلع من حاجة يقع في حاجة تانية. الشخص ده في قدامه عوائق، في قدامه مشاكل، في قدامه حاجات كتير مخلياه واقف مكان. طيب يمكن الشخص ده انت في مشكلة حصلت بينك وبينه، الشخص ده لسه فاكر المشكلة دي او لسه مش عارف يتخطى هذه المشكلة، ده لو انت يعني حصل مشكلة بينك وبينه. طبعا انت هتقولي ده كراش وازاي هيحصل مشكلة، لا انا بتكلم على الكراش اللي فيه بينهم كلام، اللي فيه بينهم ان الشخص ده مثلا بيشوفك كل يوم في شغلك او بيشوفك في اي حتة، يعني مش شخص انت معجب بيه من بعيد لبعيد وعمرك ما اتكلمت معاه خالص، لا انا بتكلم عن الكراش الصامت المبتعد عنك، يعني اللي كان بيتكلم معاك وفجأة بعد فجأة او حصل مشكلة وفجأة الشخص ده بعد. تمام. طيب شايفة والله في كل طاقة هذا الشخص ان هو جواه نار، جواه عاوز يعمل حاجة، عاوز يعني يتقدم، عاوز يحل المشاكل دي، ولكن مش عارف العوائق والقلق اللي حواليه مخليه مش عارف ياخد خطوة او عارف ان هو يتقدم في حياته وان يوصل لطاقة الهابي فاميلي دي. عنده مشاكل كتير ويمكن حصل بينك انت وهو مشكلة، والمشكلة دي هو مش عارف يتخطاها ولسه في طاقته الحالية. تمام. طيب فكانت دي طاقة كراش مجموعة رقم 1.
هو مش عارف يتخطى مشكلة في حياته او مشكلة معاك. انت الشخص ده على طول في دماغك وعلى طول بتفكر فيه وعلى طول حاسس ان انت منجذب ليه، بالرغم ان في ناس كتير حواليك معجبين بيك، ولكن انت مش مدالهم وش، يعني مش حاسس بيهم او مش حاسس بوجودهم في حياتك او حواليك. طيب بالتالي كده طاقتك وطاقة الكراش وضحت، وابتديت ان انت تفهم الطاقة وتفهم القراءة. فلو الطاقة ما انطبقتش ممكن تشوف مجموعة رقم 2. خلي الطاقة هنا عشان تفضل معانا في القراءة. ممكن تكون انت من برج الجوزاء او برج الدلو او برج الميزان، والشخص ده ممكن يكون من ابراج هوائية او ابراج نارية. تعالوا نشوف الشخص ده ليه مبتعد عنك، ليه الشخص ده مبتعد. ليك وش مجموعة رقم 1 مبتعد عنهم. ليك رش مجموعة رقم 1 مبتعد عنهم. تعالوا كمان ناخد من الكروت دي عشان نفهم. كراش مجموعة رقم 1 مبتعد ليه عنهم في الفترة الحالية او بقاله فترة مبتعد. تعالوا كده نبتدي ونشوف الشخص ده مبتعد ليه. الشخص ده شخص عنيد جدا، شخص مسيطر على حاله بدرجة كبيرة جدا، يعني ممكن يكون نفسه جدا يتكلم معاك ويسيطر على نفسه ما يتكلمش، يقعد كده يبص عليك من بعيد. طيب شايفة ان الشخص ده يمكن شك ان انت في حد تاني في حياتك، او انت معجب بحد تاني، او اظهارك للاعجاب ليه ما بيدلش عن حب جواك. يعني ايه؟ يعني فاهم ان اظهارك للحب او اظهارك للاعجاب ان هو مش من جواك، لا انت عاوز بس تظهر له كده عشان يقع في حبك وخلاص. ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لان طلع لي طاقة الثري اوف سوردز. الشخص ده يمكن شاف حد حواليك، او يمكن حد وصل له ان في حد بيحبك، او انت بتحب حد تاني او معجب بحد تاني، فالشخص ده اتصدم او حس ان اعجابك بيه او مشاعرك ناحيته او اللي هو شايفه مش حقيقة، وتقوقع كده على ذاته وبعد. طيب لو مش الطاقة دي، فالطاقة التانية ان الشخص ده شايف حواليك ناس كتيرة، وان انت فعلا حد مميز زي ما طلع في طاقتك ان في حواليك ناس كتيرة، وان في ناس بتتمنى ان هي تتكلم معاك او معجبين بيك، بس انت مش باصص لهم وباصص على هذا الشخص. هو شايف الناس الكتير اللي حواليك دول ومش متأكد من حبك او من اعجابك بيه، فحب ان هو يبعد. تمام، يبقى الطاقتين دول، هو فعلا شاف حد حواليك او شافك بتكلم حد او حد قال له ان انت في حد تاني في حياتك. تمام، يعني حد وقع ما بينكم، يا اما الشخص ده هو من غير اي حاجة من نظراته ان في ناس كتير حواليك، او حد محدد شافه بيتكلم معاك او انت بتتكلم معاه، او مثلا ساعدت حد. فتخيل جواه ان انت فعلا ممكن تكون بتتعامل بلطف مع كل الناس، او ان انت فعلا في مشاعر جواك لهذا الشخص الاخر. عشان كده الشخص ده مسيطر على نفسه ومش عاوز يتكلم معاك، بالرغم ان هو بيراقبك من بعيد لبعيد. على فكرة الشخص ده مودي، شخص عنده تغيرات في المزاج، على طول متقلب المزاج، فممكن بتصرف صغير قوي منك يفتكر هو عليه حاجة ويبني عليه حاجة ويبعد. فممكن يكون انت عملت حاجة قصاده او اتوصل له حاجة ان في حد تاني في حياته. ليه انا بقول الطاقة كلها هنا ان الشخص ده مش متأكد من حبه، مش متأكد من حبك او اعجابك دي، حاسس ان هو دايما متردد او مش عارف يوزنها. برضو هنا مش عارف يروح مع عقله ولا يروح مع قلبه.
تمام، يمكن عقله بيقول له لا في ناس كتير حوالين هذا الشخص، او في شخص بعينه والشخص ده مش معجب بيك ولا حاجة، وقلبه بيقول له لا الشخص ده بيحبك، فهو مش عارف يوزن، وبلس ان هو متغير في المزاج فبتقلب معاه خالص، بلس ان هو عنده مشاكل اصلا في حياته. ولو حصل ما بينكم مشكلة فدي برضو حاجة من الحاجات اللي مخلياه يبعد. المشكلة اللي حصلت زائد ان هو شاكك ان انت مش معجب بيه ومش بتحبه، فهو ده اللي مخليه مش عارف يقرب منك تاني. طيب عامة الشخص ده فيه حب في قلبه ليك، احنا لسه مشفناش احساسه الحالي، ولكن انا بتكلم على الكروت اللي ظهر قصادي ان هو بيراقبك، وادام بيراقبك يعني انت لسه بتعنيله، ما هو مش هيراقبك وانت مش بتعنيله، لا طبعا هيراقبك وانت بتعنيله. يبقى الشخص ده فيه حب في قلبه ليك، عاوز يعرف انت فعلا في حد في حياتك ولا لا، عاوز يعرف انت حالتك في بعضه ايه عنك، كل ده تمام. بس هو شخص عنيد جدا ومسيطر ومتغير ومتقلب المزاج. طيب عندي هنا برج الميزان وبرج السرطان، ممكن يكون الشخص ده من الابراج دي او انت. تعالوا بقى نشوف مشاعر هذا الشخص الحالية ليك، مشاعر هذا الشخص الحالية ليك. مشاعر هذا الشخص الحالية ليك، مشاعر كراش مجموعة رقم واحد الحالية، حاسس بإيه في الوقت الحالي ليك؟ الشخص ده حاسس بإيه في الوقت الحالي لمجموعة رقم واحد؟ كراش مجموعة رقم واحد. تعالوا كمان ناخد كروت من الرومانس عشان احنا بنتكلم على احساسه، فناخد كروت من الرومانس ونشوف. هاخد لكم تلاتة تمام كده. طيب تعالوا نشوف احساسه الحالي ايه. برضو شايفك نجمة، وبرضو شايفك شخص مميز، وبرضو شايفك ان الناس كلها عانيها عليك. النجمة طبعا الناس كلها بتبص لها وتبقى منبهرة، انت كده عنده شايف ان الناس عانيها عليك، وان هو برضو شايف ان انت شخص بعيد عليه، او شخص كل الناس حواليه وكل الناس معجبين بيه. ظهر ان انت يعني يمكن مستواك احسن منه، او يمكن في حاجة فيك مميزة مخليه الشخص ده يقول بصوا. نفس الكارت، نفس الكارت، وده تأكيد للطاقة. الشخص ده موجوع وزعلان، زعلان منك وبيحبك بس زعلان منك، او حاسس ان في حد تاني في حياتك. احساسه الحالي. طيب True love make up. يقول لك اعمل مجهود. طبعا اعمل مجهود لو انت فعلا غلطت في حقه، او لو انت فعلا في حد ظهر قصاده بيتكلم معاك، او حس ان في علاقة بينك وبينه وانت معجب بيه، او الشخص ده معجب بيك. ممكن تعمل مجهود في ان انت توضح له من غير ما يشعر ان فعلا انت مفيش حد في حياتك. ولو انت شاب ممكن تروح تقول للبنت دي بشكل مباشر انا مفيش حد في حياتي. بيقولك ان الحب ده حب صادق، حب حقيقي، وبيقولك ان مستني خطوبة، يعني انت مستنيك خطوبة مع هذا الشخص ان شاء الله، مع هذا الكراش. احساسه الحالي ما تغيرش عن ما تكلمنا قبل كده، ان هو شايفك شخص مميز، شخص فريد، شخص كل الناس حواليك زي النجمة تمام. الايس اوف سورد عايز ياخد خطوة، او عاوز يتكلم، او عاوز يقول حاجة، او عايز يحصل حاجة في علاقتكم ببعض، او عاوز يطمن من جواه ان مفيش حد في حياتك، او مفيش حد معجب بيك ولا انت معجب بحد. ثري اوف سوردز يعني هو تعبان وزعلان، ودي برضو طاقة الناس اللي انا قلت لهم ان الشخص ده حاسس ان في حد تاني في حياتك. طيب تو اوف بنتكلز برضو مش متأكد، يعني جواه احساس ليك، جواه احساس ليك، بس هو مش متأكد من احساسك انت بيه. هو مش حكاية مش متأكد من احساسه هو، لا هو مش متأكد من احساسك انت. طيب Five of Swords هو يمكن عاوز يخش منافسة
او عاوز يمشي كل الناس اللي حواليك وعاوز يخطفك ليه لوحده. احساس المنافسة، انا قلت لك في طاقته جواه نار، ففعلا ممكن يكون هو عاوز ان يوصل ليك ويبعد كل الناس اللي حواليك. طيب تعالوا نعمل توضيح. طيب طلع لي هنا ان ممكن يكون في عوائق ان الشخص ده يكون معاك في علاقة مستقرة، او انه يتكلم معاك بشكل صريح ومباشر ان هو عاوز يرتبط بيك ارتباط رسمي. تمام، طلع لي الطاقة دي، وعشان كده الشخص ده بيتعذب، شايف الناس حواليك او شايف الناس معجبين بيك، او يمكن حاسس ان انت معجب بحد وهو مش عارف ياخد خطوة ويتكلم معاك بشكل مباشر ويقول لك اللي جواه. دي طاقة من الطاقات، في حب جوه هذا الشخص، في مراقبة، بس الشخص ده شخص غامض، شخص بيحب دايما دايما مشاعره يكتمها جواه، حتى لو هو جواه نار، جواه حتى لو هو جواه نار وجواه ألم. بصوا الشخص ده قدمت طلع لي كارت ذا ديفل، مش هقول لك فيه انجذاب جسدي، ولكن هذا الشخص جواه أفكار سلبية ناحية الناس المحيطين بيك، وناحية ان في ناس كتير حواليك ممكن يكون نيتهم مش كويسة. بيتضايق جدا من صحابك مثلا، او بيتضايق جدا من الناس اللي حواليك في الشغل، لو وانتوا في شغل واحد او في عمل واحد، او حتى لو انتوا مش في مكان واحد. بيتضايق من الناس اللي حواليك سواء من نفس جنسك او من الجنس الاخر. هو شخص بيحب التملك، بيحب ياخد الشخص اللي هو عاوزه ومحدش يشوفه، محدش يكون لي علاقة بيه، هو من الأشخاص دي. طيب عندي طاقة ان الشخص ده حاسس بخيبة امل في حبه، وخيبة امل في ان هو مش عارف ياخد خطوة في العلاقة دي. احساسه الداخلي او احساسه الحالي الداخلي ليك حب، ولكن بحيرة بعدم عدم اتخاذ قرار، يعني حب بس مش عارف يعمل ايه، مش عارف يتخذ القرار الصح ان هو يبقى معاك او يعمل ايه عشان يعرف اذا كان انت في جواك شخص تاني ولا لا. طبعا دي الطاقة ودي الطاقة. في طاقات سلبية في داخل هذا الشخص من ناحيتك ومن ناحية الناس اللي حواليك. مش شاكك فيك انت، لا مش بتكلم ان هو شاكك فيك انت، ولكن حاسس ان الناس اللي حواليك ممكن ان هم فعلا يسيطروا وياخدوك منهم، وهو مش عارف ياخد الخطوة ومش عارف يتحرك. طب تعالوا نشوف بقى هيتحرك وهياخد الخطوة ولا لا. هل هذا الشخص ناوي يتكلم مجموعة رقم واحد؟ هل كراش مجموعة رقم واحد ناوي يكلمه في الفترة القريبة او في الطاقة القريبة؟ هل كراش مجموعة رقم واحد ناوي يكلمه؟ هل كراش مجموعة رقم واحد ناوي يكلمهم؟ بصوا الكارت ده، جدا 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 ناوي يتكلم معاك. مجموعة رقم واحد ناوي يتكلم معاك، ياخد الخطوة ويتواصل، يبعتلك مسج او يتكلم معاك عن طريق الموبايل. ناوي يتكلم معاك هذا الشخص وياخد هذه الخطوة، بس هيتكلم معاك يمكن يتكلم معاك على شغله، او يتكلم معاك على ظروفه الحالية، ويتكلم معاك هو ماذا يشعر في الوقت الحالي. تمام، بس بالنسبة انه يبين مشاعر، مش هيبين مشاعر، هو عاوز يتأكد ويعرف ان مفيش حد معاك جواك في قلبك، وعاوز يتأكد من الخطوة دي. هو شخص كتوم جدا جدا جدا، يمكن يحاول يعرف بطريق غير مباشر لانه هو مش عارف دلوقتي يتأكد من بعيد، فيحاول انه يقرب منك ويتكلم معاك عشان يعرف منك بطريق غير مباشر في حد في حياتك، في حد انت معجب بيه مرتبط بيه، في حد بيحاول يخش حياتك. طب انت راضي عن الموضوع ده ولا لا؟ هيتكلم معاك هذا الشخص وهياخد الخطوة من بعد سكون، من بعد صمت،
من بعد بعد. وبالنسبة للناس اللي في بينهم مشكلة، الشخص ده هيتكلم معاك وهيصلح المشكلة اللي ما بينك وما بينه. طيب هنا برضو مفيش أبراج غير برج الحوت. ممكن تكون انت برج الحوت او الشخص ده برج الحوت، مش لازم الأبراج تطلع، اهم حاجة سيناريو القراءة وسيناريو الطاقة. تمام، انا كده خلصت مجموعة رقم 1. يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت عليكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. ولو حد حابب يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، بس لكم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. شكرا لكم، باي باي. طيب نبتدي مجموعة رقم 2، الحجر الاصفر. تعالوا نعرف طاقة مجموعة رقم 2 عاملة ازاي. طاقة مجموعة رقم 2 عشان لو الطاقة ما انطبقتش تشوف مجموعة رقم 1. تعالوا كده نشوف طاقة كراش مجموعة رقم 2 عامل ازاي دلوقتي، طاقته عاملة ازاي بما انك مبتعد عنه، فمش عارف طاقته او مش عارف هو بيفكر في ايه دلوقتي. تعالوا نعرف طاقة مجموعة طاقة كراش مجموعة رقم 2. طيب تعالوا ناخد من كروت الانرجي. تعالوا ناخد من كروت الانرجي لطاقتكم انتوا وكمان لطاقة الكراش بتاعكم. اوكي تعالوا كده نبتدي ونشوف. انت في طاقة احلام، كل شيء في حياتك مقيد. انت في طاقة الاحلام ولانك مش عارف تعمل حاجة على ارض الواقع، عشان انت مقيد. تمام، عشان كده انت في طاقة الاحلام لانك مش عارف تعمل حاجة على ارض الواقع، بتحلم. نفسك تبتدي بداية جديدة، نفسك الشمس تشرق حياتك من بعد الظلام، من بعد الخنقة والاكتئاب والتعب اللي انت بتمر بيه بقالك فترة. بتدور على البداية، بتدور على حاجة تبتدي فيها وتمسك فيها، بتدور على بداية حلم، بداية شغف جديد تبصله وتجري وراه. بتدور على نهارك، انت دلوقتي في الليل وعاوز تبقى في طاقة النهار، في طاقة الشمس والصبح. تمام كده. تعال نشوف طاقتكم ايه في كروت التارو. انت محتاج دلوقتي انت محتاج دلوقتي ان انت تطلع حاجة لوجه الله. يعني دي اول كارت تطلع لك، انت محتاج ان انت تطلع حاجة لوجه الله بنية ان ربنا يشيل عنك الاحساس الداخلي الصعب اللي انت بتمر بيه، او بنية ان ربنا يرزقك رزق واسع، لان انت في طاقة انك اوضاعك المالية مش كويسة خالص. ممكن يكون عندك مشكلة في الشغل، ممكن يكون وضعك المادي دلوقتي قليل خالص وبتسعى ان انت تبقى احسن. طيب شايفاكوا ان انتوا بتفكروا وعاوزين تبتدوا بدايات، ولكن مش بتهور. بتفكروا سوري بتفكروا في حاجة جديدة تعملوها يمكن، بس مش عاوزين تتهوروا فيها، عاوزين تدرسوا كل حاجة بالعقل. انت في طاقة دعاء لله كثير كثير، بتحلم بحاجة ونفسك ان ربنا يحققها لك قوي، بتتمنى حاجة من ربنا ونفسك ان ربنا يديها لك. بتدور على الاهتمام في حياتك، بتدور ان شخص يسمعك، يهتم بيك، يبقى معاك، يمدلك ايديه وقت ما تعوزه. شخص ما يبقاش مصطنع، لا، شخص يكون بجد بيحبك مش لمصلحة، بيحبك لنفسك. شايفة ان انت شايف نفسك انت مميز وتستاهل شخص مميز في حياتك، او تشتغل شغل مميز انت تستاهل. يعني انت شايف نفسك ان انت مميز. في عندي طاقة هنا
ان انت يمكن بتحاول ان انت تكمل تعليمك او تاخد كورسات او تنمي الموهبة اللي جواك، باختلاف طبعا انت واخد شهادة ايه. ممكن تكون انت في موهبة عندك وبتحاول ان انت تنميها، او بتحاول ان انت في الوقت اللي انت قاعد فيه فاضي تقرأ عشان ما تقعدش تفكر في المشاكل، وانت بتحب مثلا القراية عامة يعني. طيب دي كانت طاقة مجموعة رقم 2. ممكن تكون انت من برج السرطان او برج الدلو او برج العقرب. تعالوا نشوف طاقة كراش مجموعة رقم 2. طيب انا شايفة ان الشخص ده في طاقة عاصفة، في طاقة عاصفة. الشخص ده متضايق او حصلت له حاجة قريبا خليته في طاقة العاصفة، او مثلا اكتشف شخص، كان الشخص ده بالنسبة له كل حاجة واكتشف ان الشخص ده ما يستاهلش اي حاجة. ده ايه ده ايه ده، لا الشخص ده تعبان فعلا، تعبان فعلا. تطور وكارت الستون. بصوا الشخص ده تعبان تعبان في الطاقة الحالية اللي احنا فيها دلوقتي وبنتكلم فيه، تعبان ويمكن مش بيبين او مش باين عليه، بس حصل له حاجة مؤخرا يمكن انت تعرفها او يمكن لأ. يمكن لو انت حصلت مشكلة بينك وبين هذا الكراش يكون ده سبب المشكلة انه وصل للحالة دي. طيب تعالوا كده نكمل ونشوف. بص انت في طاقتك عاوز ايه؟ انت في طاقتك عاوز الصن، البداية الجديدة، الامل، الحياة، الحاجة اللي انت بتحلم بيها. وهو كمان في طاقته ذا صن، انتوا الاتنين زي بعض عاوزين بدايات جديدة، بدايات فيها امل، بدايات فيها حياة. يمكن انت تعرضت قبل كده لعلاقة سابقة اثرت عليك سلبا، وهو كمان تعرض سابقا لعلاقة اثرت عليه سلبا، وانتوا الاتنين بتدوروا على الحياة، على الشمس، على السعادة، على الحرية، على العلاقة المريحة. هو بيدور على التواصل اهو، بيدور على التواصل وبيدور على العلاقة المريحة والحياة المريحة، الحياة السعيدة من بعد قلق كتير كتير كان عايش فيه، ومن بعد حيرة وقلق ومشاكل كانت بتحاوطه من جميع الاتجاهات. بيدور على الاهتمام، وانت كمان بتدور على الاهتمام. يعني انتوا الاتنين نفس طاقة بعض بصراحة، انتوا الاتنين زي بعض بالرغم ان كروت مختلفة، بس انتوا الاتنين نفس الطاقة. انت بتدور على الاهتمام وعلى البداية الجديدة والشمس من بعد ظلام، وهو كمان بيدور على البداية الجديدة والاهتمام والشمس من بعد ظلام وحيرة وقلق وتعب وتفكير وحاجات كتير. ويمكن كمان يكون الشخص ده اتعرض لانهيار في شخصيته. مستواه المادي دلوقتي كويس جدا بالنسبة لطاقته، ولكن هو بقاله فترة تعبان وبيحاول انه يطلع من الطاقة دي. ممكن يكون الشخص ده من برج الثور او من برج العقرب. كمان شايفة ان الشقرة الستة فيها خلل عنده، ويا اما زايدة يا اما فيها نقصان. طيب يبقى ممكن الشخص ده يكون من برج الثور او من برج العقرب او من برج الاسد. انت ممكن تكون من برج الدلو او من برج العقرب او من برج السرطان. طيب تعالوا نخش في القراءة ونشوف. سيب الطاقة عشان تكون معانا. تعالوا أول سؤال عندنا، ليه الشخص ده مبتعد؟ ليه هو في طاقة بعد دلوقتي؟ طيب تعالوا نشوف الشخص ده ليه هو مبتعد دلوقتي؟
ناخد كمان الكروت دي عايزين نعرف الشخص ده ليه مبتعد عن مجموعة رقم 2 في الفترة الحالية. تمام. شكله بقاله فترة بعيد عنك الشخص ده لاني انا شايفة ان هو عاوز يرجع لك او عاوز يتكلم معاك. الشخص ده بيمثل عليك دور الامرر اللي هو الشخص اللي مش بيبالي بالشخص اللي قصاده، الشخص اللي هو حاطط عينه الناحية التانية وما بيبصش على الشخص اللي بيحبه او اللي معجب بيه او ايا كان. الشخص ده على طول هو ماشي معاك بالمبدأ ده، عامل كده. دماغه صعبة جدا، دماغه عنيدة جدا. طيب شايفة ان الشخص ده هو ليه ابتعد عنك؟ لان هو شخص متردد او شخص بيخاف انه يخش في علاقات، بيخاف من المسؤولية، من ان هو يبقى مسؤول عن حاجة او مكبوت حريته. الشخص ده بيحب الحرية دايما، بيحب ان هو يكون شخص طليق حر، مفيش حاجة سيطر عليه، مفيش حاجة تخليه يفكر هو مثلا هيعمل ايه. لا، هو عاوز دايما كده يبقى عايش حر طليق، مفيش حاجة تسيطر عليه. يبقى الشخص ده بيخاف من المسؤولية، بيخاف انه يعيش في حبس حرية. ممكن تكون انت بينت له ان لو انت عاوز تقرب مني يبقى تقرب بكلام منطقي او تقرب باعتراف رسمي وان انت تكون في حياتي بشكل رسمي. فهو خاف وهرب وحس ان هو لو بقى لوحده يبقى احسن، او ان هو لو ما دخلش في علاقة معاك وعلاقة والعلاقة دي طبعا هتكون مستقرة فده بالنسبة له احسن. طيب هو هرب وعمل ايه؟ هرب وقعد يفكر يفكر و في طاقة، بقى في طاقة الناين اوف سورد، طاقة الحيرة القلق، مش عارف هو يعمل ايه. هل يكون معاك ويتخلى عن حريته، ولا هل يبعد عنك ويكون مع حريته؟ هو قاعد يفكر ده ولا ده. الشخص ده فكر في موضوع كتير جدا جدا وقال انه ممكن لو دخل معاك في علاقة علاقة مستقرة يكون عنده عقبات او يكون عنده مشاكل عشان يكون في علاقة معاك. ممكن يكون في بينكم انتوا الاثنين عوائق تمنع ان يكون معاك. تمام. فقعد يفكر كتير كتير وبعدين وصل لحل، وهو الشمس اللي طلعت في طاقتك وطلعت في طاقته. قال لا، ان هو يكون معاك افضل من ان هو يكون بعيد عنك. ليه بقى قال كده؟ لان الشخص ده حاسس بحب من ناحيتك، حاسس ان هو فعلا حبك وان هو انت مش علاقة وخلاص، او انت بالشخص هو معجب بيه وخلاص. كل ما بيبعد عنك بيحس ان هو منجذب بيك اكتر. يبقى فترة بعد هذا الشخص عنك علمته كتير جدا ان هو لا، يكون معاك افضل ما يكون بعيد. فعشان كده طلع لي الكارت ده، والكارت ده معناه رجوع شخص تاني من الماضي، او شخص انت سوري، احنا بنتكلم عن طاقته هو او هو ليه مبتعد. فالكارت ده معناه ان هو عاوز يرجع لك تاني من بعد ابتعاد او من بعد فترة فيها انقطاع. كارت الديس كارت موت، او انه يموت البعد اللي ما بينكم ويبتدي ولادة حياة جديدة وحياة فيها شمس زي ما طلع لكم. هنا كان حاسس ان في عقبات عشان يوصل لك، ولكن قال ان هو يكون معاك افضل من ان هو يكون بعيد عنك، وعمال يفكر وعامل نفسه في دور الامبرور اللي مش همه حد ومش همه حاجة. طيب يبقى الشخص ده بعيد عنك عشان هو بيخاف من العلاقات، بيخاف من الربطة، او انه يكون اختار غلط مثلا، او ان يكون استعجل في الاختيار. عشان كده هو بيمثل عليك دور فور اوف كابس، بيمثل عليك دور عدم الاهتمام والتجاهل، ولكن هو في طاقة التو اوف وانز، طاقة المراقبة، بيراقبك بس بيمثل عليك الحتة دي، بيمثل عليك ان هو مش مهتم بيك،
بس هو فعلا مهتم بيك بس من ورا الستار، من غير ما تعرف او من غير ما يبان ان انت فعلا ان هو فعلا مهتم بيك. قرر ايه من بعد خطوة بخطوة، او من بعد تفكير عميق، او من بعد فترة من الركود في علاقتكم ببعض؟ قرر التهور، يتهور بقى ويتكلم ويقولك، لان طلع برضو بعد كارت الامبرو اللي هو ممثله عليك ده، طلع لك كارت الايس اوف وونز اللي هو عايز ياخد خطوه بسرعه، فيها اكشن نار، فيها اكشن وفيها شويه تهور، او هتشوفه بشكل انت ما شفتهوش قبل كده عليه. طيب ممكن يكون الشخص ده وانت من برج الحمل جدا، او من برج الثور، او من برج العقرب. طيب تعالوا نشوف احساسه الحالي ليك ايه، احساس الشخص ده الحالي. احساس الشخص ده الحالي ليك دلوقتي، حاسس بايه من جواه دلوقتي ليك؟ كمان هناخد كروت من الرومانس، دايما بنتكلم عن احساسه، يبقى ناخد من الرومانس. شكرا يا جماعة، الفيديو فصل، تعالوا نكمل وناخد من كروت الرومانس. عشان احنا بنتكلم عن مشاعر، تمام؟ طيب تعالوا نعرف مشاعر الكراش بتاعك الحالية ايه؟ الكراش اللي عامل لك فيها ذا امبرور، ولكن هو مش قادر على بعدك. تعالوا نشوف احساسه الحالي ليك ايه؟ مركز معاك اهو، مركز معاك جدا. طيب يمكن هو لسه في طاقة انه عامل لك فيها ذا امبرور، او انه هو عامل لك فيها ان انت مش همه او ما بيفكرش فيك، ولكن هو من جواه عاوز يسأل عليك وعاوز يعرف اخبارك ويتكلم معاك وتكونوا مع بعض. طاقة التو اوف كابس، الشخص ده يمكن في بعدك عنه حس ان مفيش حد شبهه غيرك، او مفيش حد يقدر يتحمله او انه يكون معاه او يهتم بيه غيرك. هو لاحظ الحتة دي، يعني بعده عنك عرفه قيمتك، بعده عنك عرفه قيمتك، تمام؟ الشخص ده في بعده عنك، بص والله يعني بيقول لك هذا هو المختار. ايه ده، الكارت ده طلع للمجموعتين، في خطوبة، يعني انتوا الاثنين ما شاء الله. في خطوبة ليكم، بيقول لك ان هذا هو المختار. الشخص ده بيقول لك في شغف، في شغف عليك من هذا الشخص، الشخص ده انت وحشته. يبقى هذا هو المختار، والشخص ده انت وحشته، وفي شغف عليك عالي، والرغم ان هو عامل فيها برضو طالع لي هنا طاقة برج الاسد، او ان هو عامل فيها زي الاسد، ولكن هو من جواه مش كده خالص. هو من جواه حاسس وعارف ان مفيش شخص غيرك شبهه، او مفيش شخص يقدر انه يكمل معاه غيرك. كان خايف من الارتباط الرسمي، ولكن خلاص الموضوع ده ابتدى ان هو يتلاشى، وابتدى انه يفكر فعلا في خطوبة، تمام كده؟ عندي هنا برج الاسد، وعندي برج الجوزاء، ممكن تكون انت هو من هذه الابراج. من بعد ما كان في طاقة القوة، او ان هو مش همه وقال خلاص انا هبعد عن هذا الشخص، رجع ليك تاني، او باحساسه الداخلي رجع ليك تاني، وما قدرش ان هو يتحمل بعدك، او مش قادر ان هو ما يعرفش اخبارك او يكون معاك على الخط، مركز معاك دايما. تعالوا طيب نشوف الشخص ده هل ناوي يتكلم معاك؟ هل هذا الشخص ناوي انه يتكلم مع مجموعة رقم 2؟ هل كراش مجموعة رقم 2 ناوي انه يكلمه؟ هل كراش مجموعة رقم 2 ناوي انه هو يكلمه؟ طيب تعالوا نشوف هل ناوي يكلمك ولا لا؟ هل كراش مجموعة رقم 2 ناوي يتكلم معاهم ولا لسه؟
ناوي طبعا، ناوي ان هو يتكلم معاك، ناوي ان هو يقرب منك او يقربك اكتر للعالم اللي هو فيه، لاصحابه لاهله. مش هيعترف اول ما يقرب منك او اول ما يكلمك، يعني يمكن يكلمك بحجة عشان يتكلم. يبقى الشخص ده هيخترع حجة عشان يقرب منك ويتكلم معاك، يبعت لك مسج مثلا او يكلمك في التليفون، او لو انتوا في شغل واحد هيخترع حجة مثلا ان في عنده مشكلة في شغله، او عنده مشكلة في حاجة وان انت تساعده، او ايا كان من الحاجات دي. المهم ان مش هيخش بشكل مباشر يقول لك انا حاسس بحب من ناحيتك وانا حاولت ان انا ابعد عنك عشان انا ما بحبش المسؤولية. هو مش هيخش يقول لك كده بشكل مباشر، ولكن هيحاول انه يقربك من حياته او من عالمه واحدة واحدة. طب هيحاول ازاي؟ ان هو يخترع حاجة يخش يتكلم معاك بيها مثلا على السوشيال ميديا، او يبعت لك رسالة، او يبعت لك يتصل بيك مثلا حجة هو مخترعها عشان يتكلم معاك. بس بالنسبة هيتكلم معاك، هياخد خطوة انه يقرب منك وانه يقربك من حياته، الخطوة دي موجودة، والخطوة دي هيعملها بسرعة ان شاء الله، لان دي طاقة نار، فالنار طبعا بيبقى بسرعة، مش هيقعد كتير يفكر في الموضوع ده. ما عنديش هنا ابراج محددة، ولكن ممكن يكون انت او هو من برج هوائي او من برج ناري. تمام كده، يبقى الشخص ده هياخد خطوة، هيخش يتكلم، يبعت لك مسج بحجة هو مخترعها، لان هو عايش في دور الامبرور. تمام كده، انا خلصت القراءة النهاردة، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. ولو حد حابب يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، هسيبه لكم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. شكرا ليكم، باي باي.